سيستوني سمعان، اهلا وسهلا فيك عبر كاميرا ميوزك نيشن. اهلا فيك الي، يعطيك العافيه. سيستوني، نحن اليوم موجودين بحفل اطلاق البوم الموزع الموسيقي جون ماري رياشي. خبرنا قديش بيعني لك هذا الحدث، خصوصا انه البوم بيختص بالاعياد. هو بحاجه كلنا للعيد، وخاصه لما بيكون من انامل جون ماري، يعني في ابداع، في موسيقى حلوه راقيه تشبه العيد وبتشبه فرحته معناه بالقلب، ولما يترافق مع صوت مثل يارا اكيد بيكون له لمسه جماليه خاصه. يارا صوت بلش واعد وكمل بنجاح، وباذن الله مكتب له اكثر واكثر. سيستوني، ليش يارا بعد اليوم منا بروتانا؟ كأن بروتانا يارا علاقه كثير طيبه، وفي تعاون دائما على مختلف الاصعده نحن وياها، والحمد لله يعني سابق وتعاوننا بحفلات، وان شاء الله الايام اللي جايه كمان بيكون في تعاون مرئي مع يارا. سيستوني، عمرانه بالفتره الاخيره البومات روتانا، اذا بدنا نبلش نحكي من البوم هيفا وهبة ام جي كي لاليسا اسعد وحده والكفوره بسم الله كرت المسبحة، خبرنا أكثر قديش عم تشتغلوا كلكم سوا كرمال تلحقوا على كل هالنجوم. يعني الحمد لله الأسامي اللي ذكرتها أثبتت نجاحها، وألبوماتها كانت مطلب قبل ما تنزل ويوم اللي صدرت، ولغاية الآن الحمد لله عم بتحقق أعلى نسب وأعلى المراتب بالمبيعات، فالحمد لله هيدا بعود للفضل لمجهود الفنان، لمجهود الشركة بكل كوادرها، والأهم أنه الجمهور يتلقى والسوق العربي بحاجة لفرح. سيستوني، آخر الأعمال كانت ألبومنا الست نوال الكويتية، فيديو كليب وقالك فوري عم بتصور، فيديو كليب إليسا عم بتصور، فيديو كليب هيفا تصور، شو بعد في شي جديد؟ في فيديو كليب للفنانة نوال الكويتية من ألبومها الجديد، في فيديو كليب للفنانة كارول سماحة رح يتصور بباريس خلال هالأيام، في ألبوم كارول رح يكون مبدئياً أول ألبومات السنة الجديدة، والمسبحة كمان فيها حبات جديدة من إذا بدك اللؤلؤ. ملكة جمال الكون أيمتى رح نشوفها على الشاشة؟ يلا قريب البروموشن بلش على الهواء، يعني أو رح يبلش بتصور خلال 24 ساعة. التصوير حلو كتير، جديد، تكنيك جديدة نفذت بأمريكا، مش غريب على هيفا، الجديد الحلو اللي بيشد دايما كل المعجبين لها. حكي عن عوائق قبل تصوير الكليب الثاني للنجمة اللبنانية هيفا وهبة، هل هذا شيء مزبوط ولا بس كان حكي بالصحافة؟ طالما شفته على الهواء يعني مش مزبوط. أسعد وحدة أيمتى؟ يلا كمان قريب بالمونتاج، ورح بيكون كمان هيك تعاون جديد بين النجمة إليسا وسليم الترك، ورح يكون كونسبت حلو، وإن شاء الله أكيد رح بيلاقي نجاح كبير بإذن الله. وائل كمان على أول السنة؟ وائل تصور أول يوم من تصوير، بعد في يومين رح يتصوروا بدافاست، وأكيد وانس خلص مونتاج أكيد رح ينعرض على الهواء، بس نتأمل أنه يكون على رأس السنة. كثير أخبار بتقول اليوم أنه نجمة روتانا الجديدة هي النجمة مايا دياب، قديش صحت هالأخبار، وهل رح تكون الأغنية شكلك مش عارف على روتانا أو من إنتاج شركة روتانا؟ يعني دايما مع كل فنان ناجح بيكون في تعاونات، إن شاء الله الأيام اللي جاي بتسمر تعاون جديد مع الفنانة ناجحة مايا دياب ما عطيتني سكوب، أنا بدي أعمل سكوب لميوزيك نيشن، فك خبرني مايا دياب نجمة روتانا نعم أو لا؟ عم أقول لك إذا في مفاوضات أثمرت المفاوضات بتكون أكيد داخل روتانا. كان آخر المنتسبين إلى شركة روتانا هي الفنانة اللبنانية كارول سماحة. إيه نعم، بألبوم جديد رح يصدر برأس السنة بإذن الله. تقعدوا العالم بقنبلة مثل ما كارول وعدت؟ نقعد بمجهود يترجم صح على الأرض، والتقبل التوفيق بيجي من عند الله، والتقبل من الجمهور، نحن بنجتهد والفنان اللي بيجتهد والتوفيق بيجي من عند الله. سيستوني، كلمة أخيرة بتتوجه فيها اليوم لكل متابعينك عبر موقع ميوزيك نيشن ولكل الناطرين أعمال شركة روتانا، شو بتقول لهم؟ يعطيكم العافية، بحب تتبعكم لروتانا ومتابعتكم لأعمالنا، نحن بننجح معكم بمتابعتكم بتواصلكم اليومي عبر أكيد تواصل اجتماعي، وسائل تواصل الاجتماعي اللي صارت أقرب وقربت العالم للشركة وللفنان. نتمنى ملاحظاتكم دائما ناخذها بعين الاعتبار، ويا رب نتوفق. ثانك يو كثير سيستوني، وكل احترام لشركه روتانا. بقدرك الي كمان كل التقدير والاحترام لميوزيك نيشن.